المشاهدات والمشاهدين اللي تابعونا من كل مكان. عنا تحية خاصة نسوقها إلى المستمعة والمتابعة الوفية سيدة نجاتي، ليك منا أكثر من تحية، كل الود والاحترام سيدتي. وأيضا المتابعة الوفية رجاء عزعوزي أيضا من القيروان، وإلى أختنا شادية من الهورية، وإلى أيضا الكثير من أصدقائنا في الوطن العربي على رأسهم قيدوم الموسيقى العربية الأستاذ نور الدين علي من مصر، وأيضا الأستاذ مصطفى مطلوب، وجميع أخواننا في الوطن العربي، والفنانة زينب ياسر ما ننسوهاش من المغرب، والصحفية ليلى بالعربي أيضا من المغرب الأقصى الشقيق، ومريم بوسكسو أيضا من المغرب العربي. كلهم يعني كان القائمة طويلة، كلهم يتابعوا فينا. أستاذ محمد خميس المعمري من سلطنة عمان، أستاذ خالد الضياني، خالد ناصر الضياني أيضا من ولاية الرستاق من سلطنة عمان، كل التحيات لهم ولكم جميعا مستمعينا ومتابعينا الكرام. ومن ضمن فقراتنا في هذا البرنامج إن شاء الله ينال إعجابكم، عنا فقرة أسميناها ضيف المايسترو. ضيف المايسترو هي أن كل مرة أو كل حصة نستضيف ضيف، وسنعمل أن يكون ضيف قيرواني من مبدعينا، من مطربينا، عازفينا، ملحنينا. القيروان ما شاء الله فيها برشا، فيها الكثير من المواهب. نحب كل مرة نستضيف موهبة صح، فكرة حلوة، صح، أي مش نضيفها لحصتنا، وهي ضيف المايسترو. وسنتعرف إن شاء الله مع بعضنا في الإبان تباعا على ضيفنا لليوم. ضيف المايسترو، ضيف المايسترو. إذن ضيف المايسترو، باش خليكم تكتشفوا معايا ضيفنا اليوم، وهو فنان قيرواني أصيل أب عن جد. الموسيقى تجري في دمه، والموسيقى يعني مش غريبة عليه، من والده إلى جده إلى عائلته إلى أخواته. هو فنان خلوق، هو فنان متواضع وعازف متمكن من آلته إلى أبعد الحدود، ملحن موسيقي، عازف على آلة العود وعلى آلة الكمان، وعنده مؤلفات موسيقية، وعنده تأطير أيضا للشباب وتأطير لنوادي الموسيقية ونوادي الأطفال. معنا اليوم ضيفنا العزيز قاسم شواشي. أهلا أخوي قاسم، مرحبا. أهلا سيدي، مرحبا بك، والعفو بارك الله فيك على التقديم هذا. أنا ما قلت شيء، باش خليك أنت تقدم لنا روحك، ونحب نعطي فكرة على جميع أصدقائنا في تونس وفي الوطن العربي. شكون قاسم شواشي؟ كنحبوا نتعرفوا عليه أكثر. والله هي قاسم شواشي ابن مختار شواشي اللي رحمه الله، وجدي قاسم شواشي موسيقيين منذ الصغر، معناتها انشأنا على فهمتني حب الموسيقى من عزف وغناء، وتغرمت معناها بآلة العود منذ الصغر، وكملت التأثير في المعهد في نقلين الموسيقى، وهنا نواصلوا. وشني أعمالك وشني وجديدك خويا قاسم؟ والله هي بالنسبة للي أنا فهمتني حاليا توا ننشط فهمت مع نادي في دار ثقافة، صحبة الأستاذ النصر القوامي، عنده نشاط كورال خليط معناتها كبار وصغار، نشطوا في هذا الإطار، معناتها أغاني صوفية، أغاني جديد، وعني ضمن معناتها البرمجة عملنا غنية على رمضان إن شاء الله نسمعها في رمضان، قاعدين نحضروا فيها. وربي سخر كانت لي مشاركات معناتها في هي يعطينا أهم المشاركات نتاعك في مهرجان الأغنية. عملت معزوفة في مهرجان الدورة هذه ولا الدورة اللي قبلها؟ الدورة السابقة. الدورة السابقة الدورة هذه ما عملتش قطعة ولا حاجة موسيقية؟ ما تيسرش، تنحيت القطعة الموسيقية، تنحيت للأسف معناتها في الدورة هذه. اي مالناش مطالبين وكان إن شاء الله. لكن إنتاجك ديما ما شاء الله، نشوفك في نوادي الشباب والكورال والفرق الموسيقية. شنو من بعض يعني إنتاجاتك سنة بخلاف يعني القطعة هذيك تو ناخذوا عليها فكرة بعد نسمعوها مع بعضنا؟ لكن والله خذيت السنه مثلا كلمات من عند سي عز الدين الباجي، عنوانها بعد الوفاء والود، قمت بتلحينها بعد استشارته، قمت بتلحينها
وما تيسرناش معناتها باش ما تيسرناش باش نجموا نسجلوها معناها. حتى يصير مساج سمعنا منها شوية، يعطينا شوية هكا سكوب حتى ولو مقدمة موسيقية شوية لحن حاجة بسيطة مساج. نشوف احسنت احسنت خويا قاسم، الصحة يا قاسم، حاجة حلوة الصحة. إذا ضيفنا اليوم هو خونا قاسم الشواشي، مازال متواصل معنا بالطبيعة حتى للستة متاع العشية. مراد شو رأيك في اللحن اللي كنت أسمع فيه؟ لحن حلو جميل وكلام زاد حلو، وإن شاء الله ربي يسهل إن شاء الله تتسجل وتكون يعني تسجيلها يعني تسجيل يكون حلو ونظيف. اما كفكره وكمقام لحن فيه حاجه جميله، حاجه جميله ياسر. ايوه مشكور خويا قاسم يعطيك الصحه، بارك الله فيك من حسن اخلاقك. اذا متواصلين ان شاء الله حتى للسته بتاع العشيه، ومعنا اخونا قاسم واخونا مراد ومتابعينا ومستمعاتنا ومستمعينا نشرفوا بيهم. وتوا حبيت نسلم على المستمعه الوفية المتابعة اللي قد ما نقعد نحكي عليها سيدة نجاتي دائما على راسي وعلى عيني. أهلا سيدة الغالية. أرق تحية وأعطر سلام، أهلا وسهلا أستاذ سفيان. أنا فرحانة برشا بالعودة بتاعك للراديو بالحق، يعني فرحانة كنت تغزر حتى القسم في وجهي، ما نتقني فرحانة برشا بالحق. الله يعني يخليك، ومكسي بفرحك للإدارة، إدارة حياة اف ام، إدارة حياة اف ام، نشكروها على دعم هذه المشاريع يا سيدة، هذه البرامج الموسيقية. يفضلك يا سيدة شنحوي، مش نسيتك ما نسيتكش. أما قاعدة نسلم على سفيان. اي معقولة، يفضلك، توحشناك رانا ليك وحشة، حابين نسمع صوتك في اللونتين. والله ليكم وحشة كبيرة، أنا توحشكم. قول لي شي في نابل يا سيدة، قول لي وين تو، قروان ولا نابل؟ كان نقول لكم حاجة، قول ما حبيتش نمشي ضيفة وصاحبتي، قلت لها نمشي ضيفه ست هذا، راني ست ذي عندي برنامج مهم واللي اهم اكثر هو المقدم نتاعه. الله يخليك ربي يفضلك. قالت لي يا بنتي تو نشوفوه بالانترنت، والله انت ضيفه لدار خوها ولوش في الانترنت وصبت تو الانترنت باش انا نسمع
مع البرنامج. يعيش ربي يفضلك، وهذا شرف لينا، وانت انسانه طيبه وانسانه يعني فنانه وذويقه وسميعه، ويعطيك الصحه ومتابعتك للكثير من الاذاعات. نسمعك في برشا محطات اذاعيه وتعطي الاضافه، وحتى اذا تنقد تنقد بعفويه وبدرايه، وعندك المام بالبرامج لانك متابعه جيده. ننقد محبتي للاذاعه باش يكون البرنامج، خاصه يكون برنامج نحبه، باش يكون نحو الافضل. نعرف صحيح، هذا متاكد منه. صحيح. هذا اللي اتاكدت منه. يعيشك ومحليكم، يعيشك يا سيدي، يعيشك. واليوم ما قدر الصراف يعطيك الصحه، يعيشك. بالحق اللي فكرت، خاطر ما نسمعوش برشا يحكيوا عليه، اللي فكرت في بدايه اول البرنامج تاعك عمل معنا علاقه دور الصرافي، اللي هو فنان بالحق، فنان مهم برشا، وفنان يعني خدم في الرشيديه وعمل في الرشيديه، وخدم مع فرقه الهادي الجويني، وخدم مع فرقه الخضراء، عدوا فرقه الخضراء، وعمل برشا لحن العليا قلبي اللي درته، ولحن العايشه قولوا لها، ولحن النعمة زاد، لحن صليحة ساق نجعك، ولحن من العينين، اي وخدم في الجزائر وليبيا، ولا نمثلك بالشمس ولا بالقمرة، هذيك الشهيرة نتاع مصطفى، هذيك مش نغنيها لك، هذيك بعد انا باش تسمعها، مراد باش يسمعها لك خصيصا لك انت، هذيك يعيشك ويعيشك. وكذلك لحن اغنية انا تعجبني على الاخر، يا طير يا طير تعديت منين، ريتك جيت مم العين نعمة، نعمة ولا نعمة، يا طير تعديت منين، ربما كان لقيناها تنسمعها بعد شويه، حلوه ياسم، حلوه برشا للمطربه نعمة، يا طير تعديت منين، حلوه برشا، حاجه جميله. وهو كانت حتى زوجته جزائريه، صحيحه. انا طلعت عندي به قرابه، راني كنت بكري نحكي انا وامينه، فما قرابه ما بيناتنا طلعت، والله امور عائليه، ولا امور عائليه، اي يعطيكم الصحه. على كل، هو درس في الجزائر وفي ليبيا، درس في الجزائر وفي ليبيا وفي المغرب، صحيح. وامينه هدالها في الاخير، هي ما كانتش تحب، هي امينه ما كانتش تحب الموسيقى، ما كانتش معناها من بعد دخلت للموسيقى، ما كانتش هذه هي، وهي تحب، وهو هدالها في الاخير، هدالها الكمانجه نتاعو، والتو هي محافظه عليها الكمانجه نتاعو هو. والله يعطيك الصحة والنبي، والله يا سيدة يعطيك الصحة، السيدة تعطينا إضافات، إضافات بالحق موجودة، مشكورة، والله يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. وأنت راك ديما موجودة معنا، كنت سوا تتصل بالتليفون ولا احنا نتصلوا بيك، أنت راك أختنا الوفية، وديما تشرفنا وتفرحنا بوجودك وبدعمك، يعيشك ونتشرفوا بيك، يعيشك ربي يخليك، وبربك لقيته يا طير، يا طير يا طير في قاعدة طير، تو بشوي بشوي باش تهبط، غنينا منها شوية سيدة، بربي يا سيدة غنينا شوية، ما يصير شوية شوية، صوتي تعب على يا طير يا طير يا طير يا طير، تعديت منين، ريتك جيت مم العين، يا طير يا طير يا طير، الله 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 الله. تعرف انت قاعده تأدي، وسي ايمن وليقا وخوك محمد، اي ومحمد سيف الدين بولعراس يترنموا شيخين، وقاعدين يتفاعلوا معك ويسلموا عليك برشا، ما تحية ليك يا سيفون، وتحية لأيمن وأحمد اللي جاوبني توا، وكل صوت الصندار، وانتوما سي سفيان وسي مراد ومحليك، خوك قاسم الشواشي ما تنساليش ضيفي، عايش سي قاسم الشواشي اللي معروف على فرقة الشواشي، معروفة برشا، معروفة على الآخر. ألو، تعرف يا سيدة دوبا ما دخلت للاستوديو، جاني محمد سيف الدين خويا صغير ذاك والغالي، قال لي نبلغ لك السلام امان، قلت له بلغ لي، قال لي امانه راي اختك السيده ديما تسلم عليك وديما تعطيك تحيه في اللونتين وفي المباشر، ديما، قلت له ربي يفضلها، وهذا من حسن اخلاقها. تقريبا شوف صدفه، تقريبا يظهر لي 90%، انا مش متاكده، تقريبا زواج ولد اختي تقريبا فرقه الشواشي. ايوه هاو معاك، هاو قاسم، هاو قاسم معاك. على السلامة سي قاسم. على السلامة لالا، شنحوالك؟ شنحوالك؟ إذا قلت لك محمد أشرف عندكم، محمد أشرف البقلوتي. والله يغزر لي، نحن خطيبته شيماء. نحن رانا، نحن برشا، وخواتي الكل نحن في الموسيقى.
فهمتني؟ وهما لهين يقيدوا، ما نعرفش ندرى عنا ولا مشوا عنا. والله لا نعرف. اي قالوا لي فرقة الشويشي خاص يظهرني. مرحبا بكم، مرحبا بكم. ان شاء الله ديما العرض طيب وكاو. اكيد 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 اكيد. ميرسي بوكو. يعيشك. وسي سفيان لكم وحشة كبيرة في الشهورات. يعيشك. ربي يفضلك. وعايشك وان شاء الله ديما ديما موفقين. تفضلي. وان شاء الله يعطيكم سعداء تتمناه وان شاء الله. والله سعداء بتواصل معاك برشا برشا وفرحنا بوجودك معنا. متواصلين معاكم للسته نتاع العشيه، ابقوا معنا واسمعونا واسمعوا. باش يكون معنا بعد شويه اتصال مع الباحث والاكاديمي الدكتور فتحي زغنده، باش نخرجوا على معزوفه من انتاج ضيفنا الكريم قاسم شواشي.